نبتدي معاك من نبدأ منين؟ من فين؟ من الخيبة التقيلة ولا نبتدي من اللي جاي بقى إن شاء الله واللي بنتمنى أكيد إنه يكون أصعب؟ براحتك اللي أنت عايزه. نتكلم عن المنتخب وكيف رأيت مباراة مصر وقطر وكيف رأيت أداء المنتخب عموما حتى جيت الحق سواء في بطولة كأس العرب أو حتى مرحلة ما قبل، يعني من أول تولي كيروش للمسؤولية. هو حتى الآن هو طبعا بداية كيروش اسم كبير يعني ما نقدرش ننكر ده، بس هو حتى الآن لسه ما استقرش على شكل الفرقه، ودي خدت منه وقت طويل شويه، يعني المفروض كان الموضوع اقصر من كده، لانه اللي حصل في ماتشات التصفيات، صحيح احنا صعدنا للمرحله النهائيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، ناقص مباراتين بس ذهاب وعوده يعني، لكن حتى في مباراتين مباراه انجولا، مباراتين ليبيا، مباراه الجابون، كل دوت الاداء ما كانش مظبوط، لكن وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. جينا بقى في بطوله العرب، هي دي اللي عليها علامه استفهام شويه في حاجه، في بعض الحاجات. اولا في لاعبين اكفأ حتى من غير اللعيبه المحترفين ومن غير لعيبه المصري والبيراميدز اللي هم بيلعبوا في البطولات الافريقيه، كان في بعض اللاعبين هنا كان ممكن يروحوا ياخدوا فرصه هناك، دي من وجهه نظري الشخصيه، يعني زي طارق حامد لعيب كبير ومفروض يبقى موجود، واحد زي محمد هاني، واحد زي حسين الشحات، واحد زي يعني في عناصر كتيره. اذا كنا قلنا واذا رمضان صبحي والمجموعه دي كانوا مع بيراميدز فما جوش، لكن برضو ما كانش مستدعى في ماتش الجابون هنا يعني. فهي دي اول نقطه. لما راح هناك في بعض المباريات ادينا فيها بشكل كويس، زي الشوط الثاني في ماتش الجزائر، تلت ساعة الأخيرة أو نص ساعة الأخيرة في ماتش الأردن، لكن في المجمل ينفع كده يا كابتن؟ كان في ما هو ينفع كده نتكلم في ربع ربع ساعة حلوين في الطولة؟ ما هو عشان هو خد عناصر من وجهة نظره إن هي هتضيف للمنتخب وبيعمل بعض اللاعبين، في منهم كويسين جدا طبعًا على فكرة، وفي منهم هيستمر يعني، دي طبعًا لا لا أكيد، ما هو دي من الإيجابيات، في بعض صح. الناس مش كتير يعني، لكن في بعض الناس ممكن يستمر، لكن هو بس هناك كان بيغير حتى في مراكز اللاعبين يعني، دي نقطة تانية حتى غير الاختيار في بعض العناصر من وجهة نظري كانت تنضم، كان في تغيير كتير في مراكز اللاعبين، يعني مثلا نلاقي زيزو ناحيه الشمال، زيزو بيلعب اكتر ناحيه اليمين وبيجيد فيها، مصطفى فتحي مثلا حتى في الماتش الاخير نزل بديل ناحيه في مباراه قطر الاخيره، نزل بديل في الجانب الشمال، مصطفى فتحي بيجيد تماما في اليمين وبيبقى خطورته كلها معظمها يعني. في لعيبه كتير بتقل لما بتغير مراكزها، مش شرط كل لعيب يقدر. ده هو الشناوي الوحيد اللي فضل في مركزه تقريبا يعني حاجه كده يعني، لا لا مش للدرجات يعني، واثنين كمان بالكثير، لا مش للدرجات يعني. محمد شريف مثلا اخيرا ماتش الاخير لعبه راس حربه، كان بيلعب في الجناح اليمين الجناح الشمال، ما بقاش مرتاح، حتى لو ادى طبعًا فيها طبعًا هيدي مثلا 4 من 10 صحيح، لكن لما بيلعب في مكانه بيدي 8 من 10 او 9 من 10 او 7 من 10. طب ما ممكن حد يجي يقول ده حصل في المباراه الاخيره مع قطر وبرده ما فوزناش، لا يعني ده ممكن لا مش شرط، ما هو مش شرط عشان اعمل الصح ان انا اكسب، لكن في الاول لازم اعمل الصح. واحد زي محمد شريف هو لعب مباراه واحده لكن ما خدش فرصه كامله، يعني ما خدش فرصه كامله ان بيلعب هو الان، يعني مش بيلعب ان هو مرتاح ان المدير الفني مديله الدعم وانه يلعب في المكان ده، لا ده كان غايب بصراحه يعني، من ما هو من مباراه ليبيا هنا، وفي في معسكرات انضم فيها، في معسكرات ما انضمش فيها، ماتش مثلا الجابون لعب في الجناح اليمين، ماتش تاني لعب بالزبط في الجناح الشمال، يعني تغيير مكانه حتى كتير. حتى قفشه لسه كنا بنتكلم، انت عندك بلاي ميكر وديته فين؟ عامله ديفندر ليه؟ يعني ما انا برضو عايز افهم انا شخصيا. ما هو بقى من وجهه نظره، ما انا بقول لك دي طول فيها، عشان كده انا اعتقد واكيد يعني انه المساعدين بيتكلموا معاه، بس هو ليه وجهه نظر، هو عايز يشوف بنفسه، بس خد فيها وقت طويل، يعني التجارب دي في تغيير المراكز اللاعبين وفي اختيارات بعض اللاعبين اللي كانت مفروض تروح، خد فيها وقت طويل. البطولة دي فيها إيجابيات، من إيجابياتها إنك إن هو لعب فترة مجمعة يعني شبه الأمم صح الإفريقية اللي جاية صح، فدي يعني نفس الجو إنك بتلعب كل 3-4 أيام مباراة، بطولة مجمعة، أنت من فترة طويلة المنتخب المصري عمره ما كان اتجمع لمدة
20 يوم او 25 يوم حتى مع المدربين السابقين. يعني هو خد فتره كويسه قاعد مع اللعيبه في معسكر يومي شايفهم بيلعب ماتشات رسميه، فدي برضو من الايجابيات اللي في البطوله عشان نستفيد منها في الامم الافريقيه. في لعيبه اكتسبت خبره اكتر زي حمدي فتحي، زي احمد ابو الفتوح، زي اكرم توفيق، اللعيبه اللي هي فعلا يعني ليها ثقل وممكن تضيف للمنتخب، وخدت عدد ماتشات دوليه كويس. بس انا ما قلت لك اكتر نقطتين كان الواحد يعني شايف من وجهه نظره من بعيد كده، تغيير مراكز اللاعبين وكتير في سواء في بدايه التشكيل او في اثناء المباراه. ده بيحصل ولكن كانت كتيره.